جاء أساتذة الثانويات حي 5 جوليا بولاية المسيلة مطالبين بتوفير الأمن داخل المؤسسة. كذلك الأساتذة طرحوا مشكلة الاكتظاظ داخل الحجرات والذي وصلت بها الأعداد أعداد الطلبة داخل الفوج الواحد أزيد من 48 تلميذ. سفيان قادري. نظمنا هذه الحركة الاحتجاجية، المستفيد الأول منها هو التلاميذ. الحاجة الأولى الصور ماناش محميين داخل الثانوية، شحال من مرة تصرى لنا مشاكل الداخل، كاين تلاميذ يجوا خارج الثانوية مع النوافذ يطرشونا بالحجرة ويقولوا كلام يعني في الحقيقة ما نقدرش نقولوا. ثانيا كاين اكتظاظ في الأقسام، يعني فوق 43 تلميذ ما يقدرش الأستاذ يقري. منذ الساعة الثامنة إلى غاية الساعة الخامسة مساء ونحن نلاحظ كل الغرباء الموجودين بهذا الحي، سواء من المنحرفين سواء من الأطفال الصغار، يأتون لداخل الثانوية ويقومون برمي مختلف أنواع الحجارة على الأقسام، مما أدى إلى إصابات مختلفة لبعض التلاميذ وحتى الأساتذة، بالإضافة إلى أنه تم التعرض إلى ممتلكاتنا الخاصة. لا، ما نقدروش نخدموا في هذه الظروف المأساوية اللي تأثر أولا على التلميذ وثانيا على الأستاذ، وهذه الظروف راها تتفاقم من كل سنة إلى سنة أخرى، يعني نتاج تراكمات. أطلب من السلطات المحلية برمجة مؤسسات تربوية لاستيعاب التلاميذ الوافدين إلى هذه المنطقة.